بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا نذيء بدينك الحنيف واجعلنا نرفض كل ظلم وكل ظلم، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان، ولا عدوان إلا على المشؤومين الأنذال. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي ديني. المسألة انتهت أحسن، يعني هابي أنت ما تقولوها أنتم، حنا نقولوا خير منكم أنتم، حنا واثقين مما نقول وعابروا على لمن ننتسب لله الذي لا معبود سواه ولا خالق شريك له في أي أمر من الأمور، صغر أمره أو شأنه أو كبره. نسأل الله حسن الخاتمة، ونسأل الله النصر القريب والفتح القريب. فهو أبان لنا في القرآن ما يلزمنا حتى نلتمس طريق رضوان، وحتى نثبت على التوحيد الذي لا يأتي إلا بخير بفضل الرحمن. والسلام على من كان من أهل السلام.